وسط هذه القاعة بمديرية الجامعة وبتاريخ 29 جوان 2019، كانت المحطة الأولى لبرنامج الزيارة العلمية والثقافية للوفد المجري القادم من جامعة أبودة، المكون من 11 إطارا والذين تشرفت باستقبالهم جامعة بسكرة يوم 27 من ذات الشهر إلى غاية الفاتح من الشهر الجاري، وذلك في إطار التعاون الدولي بين الجامعات الجزائرية والأجنبية لترقية التعليم العالي والبحث العلمي. الانطلاقة كانت باجتماع موسع ضم كل من السيد مدير جامعة بسكرة الأستاذ الدكتور أحمد بوطرفاية ونظيره المجري السيد كوفاكس لوفنت، إلى جانب السادة والسيدات نواب المديرين وكذا العمداء وبحضور الأسرة الأعلامية. افتتحت الجلسة بكلمة مدير جامعة بسكرة، حيث قدم من خلالها إحصائيات عامة عن الجامعة مشيرا إلى نظام التعليم العالي السائد في الجزائر، موضحا في عرضه ضرورة الجدية في تطبيق محتوى الاتفاقيات للاستفادة منها قدر الإمكان، كما أشار إلى التبادل والتقارب الثقافي بين البلدين. مدير جامعة المجر بدوره قدم بطاقة فنية عن جامعة أبودة من خلال عرض ثري تناول فيه مختلف التخصصات الموجودة والنشاطات العلمية التي ينظمونها كل سنة، معبرا في ختام حديثه عن إعجابه الشديد بجامعة محمد خيدر، مثمنا المساعي الحثيثة للسيد مدير جامعة بسكرة وطاقم إدارته من أجل الرقي، مجددا استعداده لمزيد من التعاون خاصة ما تعلق بتبادل الأساتذة الموظفين والطلبة. يعد اللقاء أيضا بداية لتفعيل برنامج إيراسموس بلس بين الجامعتين. Which is very similar to our quality here, that seeing that there is a possibility. I think that it's the same situation what we discussed in the meeting, previous yes, meeting, exactly, that yeah. Research without borders. So this is actually the main challenge of, or the main idea, the main goal of the Erasmus program as well, research without borders, and we would like to adapt to that one in Hungary. We have a possibility like a mobility program to exchange students, then we can initiate a collaboration network. Mm-hmm. By collaboration network we can work together. If we can work together, then we can attract research funds, then we can attract industry, and of course by this we can attract the relationship between the countries, and that's the ultimate goal. We just want the next 2 years research fund from the European Union. So by this way we will continue the collaboration, and of course by your visit in November we will renew the collaboration agreement, and I guess that we can be more and more here. السادة نواب مدير الجامعة كانت لهم تدخلات تطرق من خلالها إلى مهام النيابات الأربع، وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الدكتور نور الدين زموري قد قدم عرضاً مفصلاً حول البحث العلمي في جامعة بسكرة. خلية ضمان الجودة كانت حاضرة بعرض تناوله مسؤولها السيد مبارك بحري، تطرق فيه إلى المجهودات التي تبذلها الجامعة لضمان الجودة على جميع الأصعدة، كما قدم رؤية مستقبلية لما تطمح جامعة بسكرة لبلوغه. الاجتماع كان أيضا فرصة لتبادل الأفكار الآراء والاقتراحات بين مختلف الأطراف. تخللت اللقاء عدة تكريمات رمزية تعبيراً عن الامتنان ومتانة العلاقة بين الجامعتين.
وللإشارة فإن عدد طلبة جامعة بسكرة الذين استفادوا من الاتفاقية المبرمة مع الجامعات المجرية منذ سنة 2014 قد بلغ 56 طالبا من بينهم 5 أساتذة في إقامة علمية ذات مستوى عالي. أما اليوم الثاني من الزيارة الموافق للثلاثين من الشهر المنصرم قد تضمن جولة ميدانية رفقة نائب مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمود الدبابش لمختلف الكليات والهياكل المتواجدة على مستوى الجامعة المركزية والقطب الجامعي شتمة. الحرارة المرتفعة لولاية بسكرة لم تمنع السادة الضيوف من الاستمتاع على هامش هذه الزيارة الرسمية بالمناظر الخلابة التي تزخر بها ولاية بسكرة من خلال عدة خرجات سياحية لاستكشاف واحات بلدية طولقة المعروفة عالميا، وكذلك حديقة لاندو المعروفة بأشجارها الاستوائية وأنواع أخرى مستوردة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الفولكلور والتراث الشعبي الذي تتميز بهما أرض الفتوحات بسكرة المضيفة. الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تفرض على البلدين التوجه إلى مزيد من التنسيق تثمينا لأواصر الصداقة من جهة، وبذل مزيد من جهود الشراكة خاصة في هذا القطاع من جهة أخرى من أجل آفاق مستقبلية واعدة.